السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذه الأوصاف اللي قلتي همازين لمازين هذه كلها كانت تنطبق على رجل كان في عهد الإسلام، لما جاء في قول الله تعالى من سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. جمع كل هذه الصفات الرجل الذي كان في من المشركين الوليد ابن المغيرة، كان يجمع هذه الصفات. وفعلا هناك من يتأذى بمن كان حوله أناس فيهم صفة هماز لماز، هماز لماز أنه دائما يبحث عن العيوب ويشير بالغمز والإشارة إلى أن فلان فيه عيوب. ثم إذا كان صاحب عين والعياذ بالله، المعين الذي يعين الذي يشعر بالحسد في قلبه ويبقى محدقا بعينيه في ذلك الشخص حتى تزول عليه النعمة، تزول عنه النعمة، لأن العين فيها طاقة إما إيجابية أو طاقة سلبية. إذا نظرت إلى الإنسان نظرة محبة ومودة فإنك تبعث له عن طريق عينك طاقة إيجابية تجعله فرحا مسرورا مبتهجا. وإذا كنت تضمر له حقدا فإنك لما تنظر إليه محدقا بعينيك فإن هناك طاقة سلبية تخرج من النفس، هي أخطر من الأفعى والعياذ بالله، تخرج مثل الأشعة المفوق الحمراء فتصيب ذلك المعين ويتأذى. لهذا نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من عيون العائنين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشر الخلق أجمعين. هناك الله يسترنا ويستركم شر الخلق الذين لا يحبون للناس النجاح ودائما يشعرون بأنهم لم يأخذوا نصيبهم من الحياة وينظرون إلى من عندهم متاع أو عندهم نعم جاءتهم من الرحمن، لماذا هؤلاء عندهم كذا؟ ربنا قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم أزواجا من زاد الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك. كل واحد أعطى الله شي حاجة الله يربحه ويبارك لي فيها، واطلب الله تعالى يعطيك مما أعطاهم ويزيدك من فضله. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة سيدنا النبي الشفيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، حياك الله مولاي ومرحبتي خويا قربان. الله يطول عمرك مولاي، معك علي الصحراوي والمزيك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يا الف مرحبا مولاي علي، حياك الله. كذلك والله والله يا اخي قربان، انتم الله سبحانه وتعالى هذا النهار الجمعه سيما الله سبحانه وتعالى، والطفيل اللي معك سمحاتك الطفيل اللي معك اللي فيه. نعم لا مجدولين في استقبال المكالمة، مجدولين يا مجدولين يا غريب الحساني يا مجدولين، يعني سمية زينة تبارك الله ما شاء الله، سمها واحدة سمية زينة الله يرحمهم حيين يرحمهم ميتين بارك الله فيك. قالك الوالدين دينك يختارون الأسماء الزينة الله يرحمهم الله يرحمهم ويسعدهم، والاسم هو سبحان الله العظيم هو مختار من السماء، ربي يختار الاسم من السماء. يا ويني بيك وكلامك الزين وزين، أنا راح اليوم الجمعة يا سيدي كوريفان دعين عشي من الوليدات بنيات وذكور وينات، الله يصلح أمورهم دماءهم، الله يسر أمورهم، الله يحفظهم من العين والشق والبغض والحسد، من عين الناس من عين كل ما هو هماز لماز يا رب يا كريم، مشاين من يمين من ناعل يعني نعم. القرآن كان فيه خير الله كتير نعم. كتير يا رب وإن الله سبحانه وتعالى نوجه لك يعني سلامي من أهل من 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 قدير من أهل الصحراء ومن أهل المغرب كامل، من الله سبحانه وتعالى الدعاء لك إن شاء الله، الدعوة لك إن شاء الله، أنا كنقول لك أنت الدعوة من عند الله القبول. يا رب يا رب
الله يرحمني برحمة ديال واسعة ورحتنا مطار خير فيه نافعة وفي بركة وسرور هنا وسرور رحم والدين ووالديك وجدنا جبنيهم الجمعة هذه الله يجزي عليهم الرحمة. اللهم أمين. نصلي الله سبحانه وتعالى يرحم محمد الخامس يا مولانا ويرحم الحسن الثاني ويجعل بركة محمد السادس الله يحفظه وينجيه ويحفظ منك المغربية الشريفة من كل مكروه من كل جانب إنك على كل شيء قدير. اللهم أمين. الله يوفقنا ويوفق أحبابنا ويوفق أخوتنا ويوفق المسلم يعني محبة بيننا بين المغاربة وبينهم المسلمين والدعاء من عندك يا رب استعلي وصول الله سبحانه والناس راه يتسلم عليك في قريبان وعلى بنيه تنظرك العائله كامل في كل مكان ودعي مع الوالده الله يعطيك الخير والله يحفظك وينجيك ويحل كلامك. شكر الله لك سي علي. شكر الله لك اخويا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يطول عمرك اخونا سيدي علي من اقاليمنا الجنوبيه. كما سمعتم قلبه عامر بالايمان ولسانه يلهج بالتسبيح للرحمن والكلام اللي قاله جميل. دعوه لابناء الوطن وللسلاطين ولكل ابناء الامه الاسلاميه. فالانسان دائما يدعو بالخير. والدعوة للسلطان لماذا؟ كان الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول لو كانت لي دعوة واحدة مستجابة لجعلتها للسلطان. قالوا له لما؟ قال لأن السلطان إذا صلح أمره صلح شأن الرعية بكاملها. إذا أكرمه الله بالإيمان وباليقين والصلاح فإن ذلك ينعكس على كل أبناء الوطن. فالحمد لله دائما نسمع هذه الدعوات الصالحات من المؤمنين والمؤمنات. سيدي علي الله يحفظك ووليداتك من العين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.